كانت المرحلة في الأول جد صعبة، ولكن كان كل شيء يسيرا لأنه وجدنا كل الدعم، سواء من السلطات المختصة، سواء من السيد العام الإقليمي بصفته رئيس المجلس الإداري، وأيضا من السادة رؤساء الجماعات ومن إخوان أعضاء المجلس الإداري، وأيضا من السيد الكاتب العام، السيد الباشا، إخوان القياد، جميع السلطات التي كانت بجانبنا، لأنه كانت مرحلة جدا صعبة. أول مرة ابتدأنا من الصفر. أود لن أطيل عليكم أيضا، أود أيضا أن أتحدث عن جانب آخر جد مهم، وأنه ابتدأنا بالقطاع الأول في إن شاء الله في الأسابيع المقبلة، لم أقول في الأشهر المقبلة، سننطلق بمرافق أخرى، سننطلق إلى مرفق المجزرة الذي نتمنى أن نبتدئ أيضا ونطلق خدمته في الشهر المقبل إن شاء الله، وسنمر أيضا إلى قطاع المساحات الخضراء الذي أيضا بدأنا بمشتل صغير هنا مؤقت، ونتمنى أيضا أن نطلق خدمة المساحات الخضراء من أجل تزيين المدينة، ليس فقط تنظيفها وجمع النفايات، وأيضا تزيين المدينة لتكون هذه المدينة نموذجا، نموذجا مبتكرا، نموذجا يعتمد على الذكاء الجماعي الذي لاحظته في خلال هذه الفترة الانتقالية التي اشتغلت فيها مع إخواني وأخواتي. لاحظت أن هناك جمعيات، أن هناك طاقات داخل هذه الشركة والتي مكنتنا من الاشتغال داخل هذا المستودع الذي لما دخلنا إليه كان في حالة يرثى لها، لن أقول أكثر من ذلك، ولكن حاولنا أن بجهد الجميع أن نشتغل ليل النهار من أجل جعله فضاء للابتكار، وهذا هو الشق المهم الذي أود من خلال هذه الزيارة لهذا المستودع لقول لكم أنه إن شاء الله في الأسابيع المقبلة أننا الآن في الاشتغال ليل نهار من أجل إكمال الأشغال في هذا المستودع الذي سيكون فضاء للابتكار. سنحاول خلق فرص للشغل غير المباشر من خلال إطلاق ما يسمى بالابتكار المنفتح، وأيضا فتح الآفاق للمقاولين الذاتيين، فتح الآفاق أيضا للشركات الناشئة وللتعاونيات من أجل الاشتغال جنبا إلى جنب. سنقتني معدات وآليات من أجل التصنيع داخل هذا المستودع، وسنكون أيضا نحن الذين سيعطون فرصة للاشتغال، لأنه لدينا العديد ما نقتنيه من الخارج، سنحاول أن نصنع العديد من الأشياء محليا، وبذلك سنساهم في خلق فرص للشغل، وسنساهم في التكوين سواء لعمال المستخدمين وأيضا للشركات الناشئة، للتعاونيات وللمقاولين الذاتيين. هذا الفضاء سيكون مفتوحا 24 ساعة على 24 ساعة، سيكون مفتوحا 7 أيام في الأسبوع، سيكون مفتوحا دائما من أجل الاشتغال في مجالات التي تهم في الأول القطاعات التي نشتغل عليها، مثلا قطاع النظافة نحن نشتري العديد من الحاويات، هذه الحاويات سنحاول تصنيعها، سنحاول أيضا الاشتغال في ما يسمى بالفالوريزاسيون والريسيكلاج، وهذا جد مهم، سنقتني آليات وسنساعد تعاونيات من أجل في التكوين، وأيضا سنفتح لهم الآفاق من أجل تصنيعة الحاويات وسنشتريها من عندهم، وهذا سيجعلنا ليس فقط نشغل داخل الشركة، وأيضا سنفتح فرص للشغل الغير المباشر. هذا الفضاء داخل المستودع سنحاول في خلال إن شاء الله في القريب العاجل أن يحوي أكثر من 400 تعاونية ومقاولة ذاتية ومقاولة ناشئة، وهذا سيجعل من هذا المكان يعني سيكون مملوء بالطاقات التي ستشتغل في مجالات متعددة، وسنقوم أيضا بتجهيز لمباراة هاكاثون لكي يكون هناك نوع من التنافسية ما بين هذه الشركات الناشئة والمقاولين الذاتيين. أشكركم جزيل الشكر، وأتمنى إن شاء الله في القريب العاجل أن نطلق هذه المباراة هاكاثون في الأسابيع المقبلة إن شاء الله، من أجل فتح آفاق تنافسية بين الجميع، بين هذه التعاونيات، وخلق نوع دينامية جديدة على أساس الابتكار المنفتح والمقاولة. وشكرا لكم.